جات لوكيتالي غادي تدخلوا فيها الضيوف ديالنا سي فو بلي اي اون فالي زابلوديير بيان كومي سو دوا مسيو سليم كرافاتا اي ريم عطينا خويا عطينا عطينا تريفي شونسون كتسمع العنوان يا الدنيا صباح الخير سليم صباح الخير خويا رشيد اش من شافك اخويا اخويا عتي نتايا والله علم واش طلع القطب الجمالي الشمالي تشوف هذاك الدب الابيض وما تشوف سليم كرافاتا والله الا الفياق فين غابر اخويا فين انا اخويا غير نتايا مع الفياق والخدمه في الاستوديو ومشكل في الفياق صافا كلشي مزيان صافا الحمد لله نهار كبير هذا اللي شفتكم صافي بليزير انك تكون معنا الصباح يحفظك عليه خطيب ريم بونجور كنتي كيتالي كنشوفو دائما مع مع مع, 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 مع سليم كرافاتا تري تري بيل فوا تبارك الله عليك صافا صافا كلشي مزيان صافا انت عندك مشكل ديال النعاس نو صافا لا انا صافا ترونكيل مع سبعه ترونكيل سي تري بيان دايور اللي كيعرفو مزيان باسكو عشيرو وسي سي مور صوت انت جامع عليك واحد الطبقه طوطو سليم وزيد وما خافيه كان اعظم الله يكثر صحابي اللي يستاهلوا يكونوا صحابي بيان سور لا راه مزيان انه كيكون عندك سورتو ملي كتكون نتايا عندك هذيك لام ارتستيك وكيكونوا صحابك دي زارتيست دونك فوالا كتزيد كتديفلوبي جوستومون هذيك لام ارتستيك اي سليم جوستومون عنده هاد لام ارتستيك من الصغر من جهه الوالد ولا حتى الوالده نتايا شويه ولكن الوالد سي سورتو الوالد تحيه الوالد والعائله السي خالد هذا الصباح هذا امتى بدات هذه الفيبر ديال 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 الغناء سليم امتى شدتك الشوكه حتى في الطنجره راني كنت عندي شي 15 عام وقيله ولكن عمري ما كنت كنتخيل راسي غنولي مغني زعما هذه اخر حاجه كانت كدور ليا في راسي كنت كندير اغاني لراسي ليا ترونكيل شنو كتبغي دير بحال الوالد زعما؟ لا مش حال كنت كنحاول نقلب على ندير لي فيوزيون داكوغ اوكي كيعجبوني لي فيوزيون ولكن باش زعما نتخي راسي غنغني واحد النهار ميكرو نطلع قدام الناس انا كنحشم مشكله عرفتي لا نقول لكم واحد هي راه ماشي مشكله راه كاع لي زارتيستون جينيرال الا لقيتي ارتيست ما كيحشمش غاتقلب في لاكارت ميموار تلقى شي حاجه ماشي هي هذيك والله لي زارتيستون جينيرال والناس اللي كتقلب على الاضواء كتلقاهم جينيرال عندها ان كاركتير حشومي وهذوك الاضواء جوستومون هي اللي كتهرس ليهم هذيك لا تيميديتي ديالهم وكتبقى حتى دابا راه تعطيني ميكرو قدام ما عرف شحال الناس خلي ستريس اللي قبل ولكن غنطلع لا سين عادي تنسى كل شيء ونهبط ونسلم عليهم واحد واحد حيد لي ميكرو من يدي وخليك معاك خلني على القهوه عامره وانت مخارج مشيت تقدر تلف لي سي فري كاين بزاف ديال الناس اللي كيسحب لهم سليم ديسكري وماشي اجتماعي مي سي فري راه في لافي نورمال ديالو راه حشومي ميم مع الناس اللي قراب ميم مع صحابو ميم مع بروميي سوكسي كان مع باربا بابا سي سا لا لا بيان افون لا كرافاتا كان معاهم كنتي معاهم جوج لا كرافاتا معاهم بوحدهم وانا بوحدي راه ما درتش بالك بلاتي انا ما درتش ما عمرك ما درتي معاهم شي حاجه لا عمرنا ما درنا شي حاجه ما عمرك درتي اونسومب لا عمرنا ما عرفتش علاش ديما عندي هاد ليماج ديال سليم مع حيت كنا واقيلا وجبنا كنديروا لي باغودي ديال الشيء فوالا في لو ميم ستيل وكنا صحاب وباقي الحمد لله حتى دابا صحاب مع الدراري سي جوست كنا كنديروا لي باغودي ومن بعد علاش حبست هذيك علاش حبست هاد لافاك جوستومون ديال لي باغودي كانت خدامه زوينه حبست حيت سانسيرمون في واحد الوقيته ولا كلشي كيدير لي باغودي دونك ولا بنادم كيشد اغنيه في نهار كيكتبها كيدير الكلام اللي لقى كيحط انسترو كيحطها حنا كنا كنخدموا ديك الشيء راه سابخوني دو مو ارتستيك وي لا انا لا الدراري ديال باربا بابا ان سيغتان مومون الناس ما بقاوش كيكليكيو ولا كيبان لهم كيقراو كلمه باغودي كيبان لهم شي حاجه اللي باسله وي دونك تم تبيع ديال لا باغودي ندير شي حاجه ديالي ما نبقاش في شي حاجه غير باغودي نخرج ان ستيل مي اون توكا اللي يمكن لي نقول لك سكو عندك ان ستيل زويون بزاف كالم سي سا سكو جادور اون بلوس كالم زويون ترونكيل ما باغي صداع خليونا نغنيو في امن وامان نعماس مشينا حفرنا في الداخل دير اخويا لي زيكوتور ديالك الله يحفظك كنسمع شنو لي دايز كاين وسي فيك لاف كان غير فيك لاف فيك لاف الى القال لي
سليم كرافاتاسي وسي جون اي مار سليم كرافاتاسي وسي واش عقلتي في لو ديو ديالو تاع الحالي سمعنا سمع عليه قبيله رفقات ريم يا دنيا تري تري بيان شونسون الوليدات ريم ديكوفير ديال سليم كرافاتا اكزاكتومون داكور اوكي كيفاش جات التعامل قربونا من هادشي كامل انا وسليم كنتعرفوا نورمالمون من شحال هادي داكور وكنا بدينا بان كوفر درنا فيرسون اكوستيك ديال واش عقلتي وي اي عجبت الناس وديك ساعات اون ا يو ليدي اننا فريمون نخرجوا اغنيه بوركو با ان فيتشرينغ مويل وي اي صافي اون سي ديسيدي دو نسدو علينا في الاستوديو واحد النهار كتبنا كتبنا سدو عليهم خليهم يتفوا حنا جايين كتبنا لا شونسون كلشي داز مزيان لو فيلينغ داز مزيان سليم لاحظت فيك واحد القضيه سي كو عزيز عليك انك تبين ناس اخرين اوسي في المشوار الفني ديالك ما كتبغيهاش كل اللي جيتك نتايا نو بيان سور راه كيما اليوم ما كان ما عرفتش ماشي غنبين ولكن ريم كنعرفها من شحال هادي ومن شحال هادي وانا كيعجبني صوتها وراه درنا بزاف د الاغاني راه ماشي شدينا علينا مرات وبقينا كنقلبوا الاغنيه الاولى الثانيه الثالثه طحنا في الاغنيه اللي عجبتنا وما عرفتش باش نرجع للهضره اللي بغيت نقول تريم واحد النهار غتوصل لواحد الوقيته اللي حتى هي غتمد يديها لدوت ارتيست سورتو لا كانت كتعرف شي واحد عنده ان طالون زوين غير كنعرفوا كاع بان لو ديبار كيكون شويه صعيب وي سي فري ولكن كيكونوا البيبان واحد شويه مسدودين وهذه حيت شوز كي نورمال وي ومزيان اننا نحلوا البيبان لبعضياتنا اه سي فري كو هذه علاش كنهضر جوستومون سي كو انت من الناس سي فري في الميدان الفني ما كنعرفش بزاف ديال الناس اللي كيحلوا بيبان مي من بين الناس انا اللي حاطهم في لا ليست عندي ومعروف عندي انه كيحل بيبان سي سليم كرافاتا دونك برافو كنحيي فيك هذه المساله هذه وي اشرف سورتو كو ريم سي فري كو في البدايه كانت صعيبه بزاف باسكو انا قريب منهم بزاف شنو اللي كان صعيب في الدياري عارف شنو كان صافي دو زون كو جو غاليغ افيك سا اشاك فوا كنحاول والو ما كتصدقش حتى كنقول صافي هادشي واقيلا ما مديرش ليا انا ما مديرش الغنى كان ديزاكتيفي كونت انستغرام ونعاود عاوتاني كنحقد على كلشي كان صافي كان عاد عاوتاني كنرجع سورتو كو جو سو اونتوري دو بحال دابا سليم اشاك فوا ايل مونكوراج نور تو دوا فير كيلكو شوز صافي كنت شحال هادي جي سيني ان كونطرا افيك اون بواط برود وما كتبش ودابا ايلي تي طون انني ندير شي حاجه لراسي كنسمع الهضره بزاف كنسمع راسها صغير شحال في عمرك سون جو سي كو ما كنطلبوش النساء اون جينيرال لوغاج شحال تعطيني شحال تعطيني 18 ans et demi non مازال ما درتهاش مازال يلا 17 ans j'ai 21 ans d'accord ok شوف en tout cas tu as une très très belle voix وكيف ما قلتيها سي لو كوفر ديال واش عقلتي واش عقلتي شحال من مره قلتها ليك واخا راه كان بغيك في اي لحظه نقدر نمشي هيت معاك هيت مسح فيك كل مره رميت يدي واليوم اطفيتي كل شي ما بغيتي تقد انا نبني في الساس وانت قلعتي لوتات يو هذا الله هادشي غادي وكيتزاد وسالينا خصنا مشات من واد الواد يوم الواد الواد يا مهما طال الحال يا الغدر كي حصل يا مهما طال الحال كيغني وكيشير فيها يا الغدر كي حصل La chanson ouais elle est bizarre. Ouais. Sérieusement. Et c'est vrai que alors. Goulia Salim. La chanson raconte comment on peine à y C'est Ashraf. Mais en tout cas, ce que j'apprécie beaucoup, Endo, là, 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 ma chérie, pour moi, c'est pas non. Oui, tu crois que Naksna ouais tu veux. Tahiya Leila, tu vois.
شيري. نو مي ليلى كان ليلى 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 وريك ليلى ليلى حديمي سي 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 غروند امي بيناتنا سي كنسمع عبد القادر سي با ليلى باسكو تاجليت هذيك السيده اي سي فري كوم ديال الانسان يكون متعدد المواهب اي سورتو ملي كيكون كيبرع فيهم الوغ هاد لا شونسون هادي ضربات باسكو كتكلموا فيها جوستمون على شنو اللي واقع ما بين لي كوب و سي فري كو بزاف ديال لي كوب تفرصون في هذه المساله هذه سورتو لهذوك اون انستانس دو ديفورس نعلو الشيطان على الوليدات اسكو ما كاينير انستانس دو ديفورس خدامه 7-0 لا كيسيون اللي شحال من واحد سول فاش شافوا لا شونسون واش كاينه شي حاجه ما بين ريم وسليم بالاسئله اللي طرحات اوكي ضحك جاوب المجتهد قول لي ريم Nous salim, ma binette n'est pas au contraire, on est de très bons amis. D'accord. Ou qui fait ma gueule, quand tu as fait mon chalet. Donc, chalet, mais je chalet de pas très bien, salim. Tu as raché de la. Tu veux que tu aies dit que tu as 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 dit que 2017 oui. événement d'accord. Événement exactement okay. Et je n'ai pas non non je n'ai pas les événements autant que côté d'accueil ok donc c'était un événement tu vois que là les gens qui ont été en train de se faire ils ont été en train de se faire ils ont été exactement non mais non je n'ai pas Salim je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit d'accord tu as l'agrani sur Instagram je n'ai pas dit il m'a beaucoup encouragé à faire des covers ou à bisque n'est ton Instagram alors Salim n'ta كتعرض aussi لواحد المساله غادي نقولوا في الميدان الفني هادو الناس اللي زعما ديك اللعبه ديال ولد فنان عاوتاني غادي يجي تواب غادي يدير بحالو بحال با سمعتي هاد الهضره هادي في الاول ايه après il a prouvé على انا قلت لك حطيتو في ليست ديالي سي سمعت اكثر من هاد الهضره ديال يمكن الا درتي شي حاجه راح يتباك عاونك ولكن الجواب سهل نهار بنت وي بنت في التلفازه بنت في راديو بنت في يوتيوب وي يوتيوب راه ما كاينش باك اكزاكتومون ما كاينش باك صاحبي تما صاحبي سي 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 دونك كتحط اغانيك الا بغاوك الناس انا كنقول راه غيبغيوك الا ما بغاوكش الناس راه واخا دير اللي درتي علاش ما مشيتيش في الاتجاه جوستمون ديال الوالد راه قصت شويه في داك الشيء ديال الوالد قصت في الشعبي الشعبي اندلسي عرسات سي توتا مون سي كنخدمش عليه كنخدم العراس عالم كنخدم في العراس كنخدم كتحيح فيستيفال انا معفر تعفر بشويه كندير اشنو اللي حافظ الشعبي سالم كرافاتات يا حافظ نقول لك حافظ الشعبي كله ريبيرتوار كامل ما يمكنش راه كبرت مع مع فنان كبير في الدار صافي ديال مشيت معاه للعراس خدمت ضربت الباتري ضربت التربوكا دوزت فهمتي كنت باقي عاقل راه ندير شنو هو السوفنير اللي الا قلت لك شنو هي الحاجه اللي سورتو في هذه المساله ديال العراسات وديال الخروج مع الوالد ديالك شنو هي الحاجه اللي طيح لك ديريكت من فراسك الا قلت لك اللي كتفكرها ديما ملي كتفكر الوالد ديالك وكتفكر هذا الشيء كامل شنو هي الصوره اللي كتجي لك غابيدمون مع العراس وي الطرقان اللي كنا كنشدو كنا كنضربو باقي عاقل راه نقدر نضربو من فاس من كازا للسعيديه من السعيديه لطنجة من طنجة لمكناس ونرجعوا لكازا في ويكاند جي في خميس جمعة سبت بحال هكا كنمشيو كنتناوبو نويا بالسوغان وكنخدم معاه حتى ل 6 الصباح نعسو 3 السوايع في لوطيل ونمشيو ولكن كيبقاو دي سوفونير لي زوينين بزاف 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 اللي وهاداك شوف نقدر نقول لك هذيك هي الحاجة الوحيدة اللي عاونتني بزاف في لاكارير باش نعرف بزاف د الحاجات وباش نكون بوليفالون سي دزت من المدرسه ديال العراس انا بالنسبه لي المدرسه ديال العراس ولا ديال الكبار كاين اللي كيتبرى منها سالم من بعد كاين اللي كيتبرى منها كامل هما بدون استثناء تقريبا جميع الفنانين المغاربه قليل فيهم الله اعلم الا قله قليله اللي كيكونوا رافضين ديك الفكره ديال انه يغني في كاباري او شي حاجه مي كلشي داز من الكاباري كلشي داز من العراسات كتعرفهم انت بيان سور بيان سور وراه هذيك هي المدرسه الكبيره سعد حاتم كبيره انا بالنسبه لي راه سعد هي ما طنجر كتعلم فهمتي ديجا كتعرف البوبليك كتشرب الحرفه كتشرب الحرفه
انا بالنسبه لي هذيك الحاجه راه دخلتي للمدرسه حاجه مهمه دونك ما خصناش نبداو نتبروا من هذه المسائل هذو قوي اشرف بالنسبه لي لا خص لا اللي عنده عنده يغني في عرس يغني في صحراء يغني في عيد ميلاد فيما كان راه الفا بيرسي حيت الا كان عنده راه عنده تو سامبلومون ريم علاش الميدال الفني كيفوس سي كلكو شوز كي مي باسيون كنتي ديما كيبان لك راسك مغنيه ديما لا فيغيتي نو في الاول نو كان فهمتي ضروري انا مي بارون ديما القرايه 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 داكو صافي قريت درت لهم خاطرهم دابا خصني ندير داكشي اللي كيعجبني تري بيان سي بون لو شون سي سكي مي باسيون سي سكو جيم شنو 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 الحلم ديالك شنو كتسني من الميدان الفني مش كنتسنى من الميدان الفني بزاف ديال الفلوس بزاف ديال الفلوس بيان سور راه بيان سور بغات دير شي حاجه الا وغادي تسنى واحد لو روتور مي شوف انا كنقول لا باسيون اللي ما تجيبش المولى ميمي بلاش منا كنظن كيما اي واحد راه تي كتسنى طبعا الفلوس راه ضروري مهم ما نكتبوش على بعضياتنا ولكن لو بارطاج راه ما عنده ثمن ملي كدير شي حاجه كتكتبها في دارك ولا بوحدك واحد النهار تقدر تغنيها قدام بزاف ديال الناس وما كتعرفش انت ديك الناس وتسمعهم كيغنيوا هذاك الاحساس راه ما كيتباع ما كيتشاف سي فري وي عرفتي كلشي كيقولنا انه الاصوات ديالكم تبارك الله عليكم مزوجه زوينه اي كلشي وهذا ميساج لريم كلشي كيقول لك عندك تري تري بيل فوا ميرسي لي ميساج اللي كيوصلنا على الواتساب ميرسي بوكو لي زامي على لي رياكسيون ديالكم دايور سولت مول والحانوت الحانوت والحوت كيفاه داني وانا كنهز الدقيسه مول عطينا خويا انا الله الكوفر اللي بوتيتغ اللي بوتيتغ شدات مزيان مع مع ريم هي بعيده وي ما قدرتش نقول لها كنبغيك لا بلا بيك ولا كلشي سلبي منو مشيتي سديت لها قلبي نوي اديتك وخا ما نوي نوي داكشي حاسين بيه غير انا وياك هاد الثقافه ديال الكوفر جوستومون عالميا راه ماشي ولا تشاده وكاين دي كوفر اللي كيصدقوا احسن من الاغنيه ديال ديال مولا كنتمنى انك توصلي لهاد القضيه ريم بتات شي نهار تكملي دابا فهاد القضيه ديال ديال لي كوفر ولا غادي نقول لا فيريتي لي كوفر سي بون دابا دابا جو فو فريمون كومونسي اون فري كارير دايوغ راه لو 26 غنخرج اغنيتي جون بروفيت بور دير سا ماتنون ودايوغ مبروغرامي عندنا ان شاء الله صباح الخير لو 26 ان شاء الله تعطينا شي سكوب على الاغنيه راه كنت خرجت غير واحد اون بوتيت بارتي منها داكوغ وكانت دارت بزاف سوغ انستغرام وكاع لا في واحد 1 مليون دو فيو قبل ما تخرج اي راه كلشي مستعني الاغنيه علاش كتهضر sur ma vie sur ma vie en général sur حياتي exactement شنو دويت اه داكور داكشي فريمون فيريديك داكشي ouais كل شيء اي حاجه قلتها في ديك الاغنيه بصح كنجي على لو ديبار ديالي على حياتي شنو دوزت في صغري على لا مور دو مون بير على بزاف ديال الحوايج جمعتهم كاملين في ديك لا شونسون باش نحرق لا شونسون نورمالمون كي راه كان بنت فاسري كنقول نو انا انا شرقاويه شرقاويه داكوغ ملي كتقولي شرقاويه ام بجاد اوكي دونك بالوا حدانا كازا بلوز او موان التعامل بطبيعه الحال مع الانتاج والتعامل شكون اللي كتب الاغنيه انا اللي كتبت الاغنيه داكوغ كتبت الاغنيه راه مش شحال هادي اكزاكتومون كتبت شحال هادي ويلا كتاب نخرجها دابا تري بيان وغادي نسمعها قريبا بطبيعه الحال هذا كي سي فري على حسابك اغنيه رشيد اغنيه شنو تبكي عبد الله واحد شويه ولا D'accord. Et c'est vrai, c'est vrai que bzaf diyal les artistes liyoma wlaw kitajou lhad el mas'ala hadi men Oumi el Grandi Toto wlawlani. Tu vois, kihdar lik al ma'ish diyalo hada. Et c'est vrai que الرسائل كيكونوا زوينين ملي كيكونوا موجهين للشباب وبزاف ديال الشباب عرفتي راه ماشي كلشي عنده عنده لا فيون غوز الوليدات كيكون داكشي فغي لا حنا مقهورين ياك اخويا سي فغي راه فاش كتغني على الفيكو ديالك راه كتكون حيت شنو هي الموسيقى شنو لاغ اون جينيرال سي الاحساس هذاك كيفاش كتكسبريمي واحد الحاجه اللي انت كتحس بها دونك الحاجه اللي كتحس بها بصدق هي الحاجه اللي انت جربتيها وانت درتي منها سي الفيكو ديالك سي نورمال اي حاجه اللي كتكون عندها علاقه بتجربه خاصه راه كتوصل للناس اكثر
السيد النائب راك دائما كطير هكذا. هذا هو الجينيريك ديال اشرف باش تعرفوا اشرف بلاتي. هذا غير التيزر ديال الجينيريك، ما الجينيريك كامل بلاتي. السيد النائب راك دائما كطير هكذا من خلينا نتسيروا الجلسه. تتكلم بدون عيد. نعم تتكلم بدون عيد، راه دائما هكا. في هذه القضيه سالي سي اشرف، انت اللي كتعرفو مزيان. خلي صحابي يدوي. لا لا سي فغي، في هذه القضيه ديال كيبغي يعطي الراي ديالو ويشارك، هذا سي سي بون شوز ولا المساله زوينه ولا خير؟ في هذه القضيه راه فيا انا. شكون هذا الاخر؟ شوف بعدا واحد كنظن ان ما عرفتش ما غادي نقول لا كاليتي لا ديف، مي واحد الحاجه خاصيه مشتركه بيني وبين سليم سي كو بجوج بينا هايبر اكتيف. داكوغ وما كتنعسوش. وما كنعسوش. مالك مع الناس سليم كرامات الراس كيدور. سي فغي انا كنفيق 66 مليون مره في الليله او مويان زعما ثلاثه الخطرات هذه ديال قليله، هذه ديال الانسان مينيموم. وملي كنعس ديك اربعه السوايع مكسله كنفيق كنقول واه الحمد لله. شو مي مناش شنو ستريس دماغ كيدور كنكليبيهم في النعاس. الانسبيراسيون كتجي بالليل. ما عرفتش ما انا براسي ما عرفتش. كل فنان عزيز عليه يعيش بالليل لانه كتكون ما كيكون اولا ما كيكون الصداع كلشي ناس بلوز او موان، كتكون انت وصحابك هادو مكونسونطريين، اي ميم ملي كتكون بوحدك راه كيبداو كتحيو افكار. كتخدمي بالليل انت انت عندك هاد المشكل هذا؟ داكوغ دونك هي ماشي الصباح كاع دي تو هي كتغني مع السماء كتفيق كتغني. الانسبيراسيون سي لو سوا شكون شكون ليدول ديالك؟ شكون الفنان اللي كنتي كتسمعي ليه بزاف ولا الفنانه بوتيتر اللي جعلوك انك فوالا تبغي تدخلي للدومين ارتستيك؟ انا شحال هادي جيتي ترو فان دو دو سليم كرامات. En fait, c'est Adèle. Allez! Oui, oui, oui! J'adore ce sida, ouais, Arab Sef. Ah, c'est film Chiti, c'est le Qima, c'est le Qima. D'ailleurs, Akhir Isdar, c'est l'Akhir Jato. Fait 40 ans, 60 millions de vues. Bon, c'est le Qima, c'est le Qima, c'est le Adèle. Exactement. Ah, yes. Je coule finalement, mais c'est le Qima. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. اوكي الخير لكم. اخر كلمه سليم كرافاتا، شنو جاي شي حاجه جديده؟ قول لي شوف الله يعلم نفس الجواب ديال سعد اخونا كنعرف ندير غير هادشي دونك تونتون خدام دونك ديما كاين الجديد ياك سي صح. والصراحه وا اشرف يقول لك ديما كنطبخ كاين بزاف الحوايج جداد غير كل حاجه غنحطوها فوق ما كتلفش واحد شي شويه جوستو ماشي كنتلف راه واش نخرج هادي ولا نخرج هادي ما كنعش والله وي راه كيفاش كتقرر كتبع الفيلين ديالك؟ فريمون تبع كنقدر نقول لك كنجيب ناس اللي ما عندهم حتى علاقه بالموسيقى. داكوغ شي مره كنديرها كنكونوا سيسيون ديكو فوكس جروب وهذاك سمع كنبدا نطلق الاغاني وكنلوح شي اغنيه الا مشاو تداروا قالوا هاد الاغنيه زوينه صافي هذه سي لاباس باش تعرف شنو غيبغي الجمهور اوكي ريم اون ديرنيير دابور روندي بون شارل 22 اكزاكتومون 26 باردون 26 شنو تبغي تقول للناس اللي متبعينك والناس اللي كيحيوك كيقول لك تي اون تري تري بيل فوا اي سي فري سا في فريمون بليزير نقولوا ميرسي بوكو merci pour l'encouragement ديالكم و c'est grâce à vous d'ailleurs que علاش كندير هادشي كامل et c'est grâce à la passion tout simplement